وإلى تفاصيل الأنباء. توجه قداسة البابا أنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة تستغرق 3 أيام لحضور اجتماعات هيئة برو أورينتا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بهدف دعم التقارب بين الطوائف المسيحية وكيفية دعم جهودها الخيرية والرعوية، غادر قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الخميس 6 نوفمبر في تمام الساعة 10:30 صباحا. غادر القاهرة متوجها إلى النمسا للمشاركة في لقاء الكنائس الشرقية مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر. بنعمة ربنا أنا مسافر النمسا مجرد 3 أيام، جمعة وسبت وحد. الأيام ده هيت فيها احتفال باليوبيل الذهبي لهيئة برو أورينتا. البرو أورينتا هيئة معنية بالعلاقات ما بين الكنائس الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، ودي هيئة تأسست في فيينا من 50 سنة، سنة 64 ميلادية 1964 ميلادية، وأسسها كاردينال كاثوليكي. والحقيقة هي هيئة نشيطة، زارهم البابا شنودة أكتر من مرة، وأعضاء من كنيستنا حضروا اجتماعات كتيرة، وهم زارونا في مصر مرات كتيرة. وده احتفال هيحضره البطريرك المسكوني عن الكنائس الخلقدونية، ونحضره عن الكنائس الأورينتال. وفي يوم من أيام الاحتفال ده في زي تقول استقبال ويا رئيس الجمهورية في فيينا، وهصلي قداس يوم الحد وبنعمة ربنا نرجع يوم الاثنين. وأثناء تواجد قداسة البابا تودروس الثاني في قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة، تقابل مصادفة مع معالي سفير الأردن بالقاهرة. الحقيقة هذه من المصادفات الطيبة ومناسبة مباركة. أنا الحقيقة متوجه لعمان، وبالصدفة شرفت بأن لقيت قداسة البابا هذا الصباح مغادرا في زيارة رسمية إلى النمسا. أنت تعلم أن الكنيسة القبطية وقداسة البابا له مكانة كبيرة في قلب الأردن والأردنيين وفي قلب جلالة الملك. لا يوجد عربي مدرك وواعي لأهمية استقرار العالم العربي إلا ويتمنى أن تكون مصر بأتم نعمة وبأتم استقرار وبأتم ريادة، لأن حال العالم العربي لا يصح ولا يصلح إلا بصلاح الأحوال في مصر. والحمد لله نحن نرى أن مصر الآن تسير باتجاه استعادة هذا الدور الطليعي وهذا الدور المستنير في محيط العربي وعلى الساحة الدولية. وأتمنى من كل قلبي دائما لمصر الاستقرار والأمن والأمان، وللشعب المصري الرفاه، وبأن يصون الشعب المصري وحدته الوطنية التي تشكل أحد عناصر وعوامل القوة الأساسية في تصدي مصر لكل الاستهدافات التي قد تتعرض لها. ورافق قداسة البابا في المطار نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والقمص مكاري حبيب والقصة أنجيلو إسحاق سكرتارية قداسته. وقبل سفر قداسة البابا استعرض نيافة الأنبا إرميا مع قداسته أحدث أنشطة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. يا ريت بتوع الإكليركية ومعهد دراسات يحضروا معهد الرعاية والكنائس اللي هي بتاعت القاهرة مصر الجديدة وبتاع، اللي هم عندهم شباب بيواجه الحقائق العلمية دي وعندهم إمكانية اللغات. احنا هنعمل ترجمة فورية بالعربي كويس كويس، عشان اللي مش قادر يفهم. بس عايز ترجمة عشان هيبقى فيها اكسبريشن علمي كتير. قلنا يبعتونا المحاضرات من الانترنت عشان مش ينفع تكون دراستك دي وصلوا عندنا هنا، علشان هيقابلوا بقى اللي يحب يعمل شغل من مصر عن بعد تليكوميونيكيشن، اعملوا من انترفيو للناس. لم ينسى قداسة البابا لحظة أبنائه إذا كانوا داخل مصر أو خارجها، ف
فنرى هذه الزيارة الرعوية الجديدة إلى النمسا لحضور إحدى المؤتمرات المختصة للحوار ما بين الكنائس المختلفة. من داخل مطار القاهرة الدولي وتحديدا من صالة كبار الزوار، إبراهيم عزت، أخبار ميساد. وفي تصريحات خاصة لمراسل ميساد، قدم قداسة البابا أنبا تودروس الثاني تعزياته لأهالي ضحايا حادث البحيرة الأليم الذي وقع صباح أمس، مشيدا بالإجراءات السريعة للدولة عقب الحادث. بنعزي في أولادنا وبناتنا في الحادث بتاع البحيرة، ربنا يذكر أسرهم ويعزيهم ويملأ قلبهم بالتعزيات السماوية، والمصابين ربنا يتمم لهم الشفاء. وبنشكر الدولة لكل الاستجابات العاجلة والسريعة اللي قامت بيها من أجل هذا الحادث والتخفيف من أثاره.